السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالتلاميذ الثانية بكالوريا شعبة علوم تجريبية. إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذه الحصة غادي نشوفوا إكستراي من إكزامان 2012 سيسيون نورمال إكزرسيس دي نومبر كومبلكس. دونك بالنسبة للبريمير كيسيون عندنا أون إيكواسيون دوزيام دوغري. في الدوزيام كيسيون غادي نخدمو في لو بلان كومبلكس، دونك عطاونا 3 بوان أ بي سي لي زافيكس ديالهم ريسبكتيف بيتي تا بيتي بي بيتي سي. دونك مطلوب مني انني نكالكولي هاد لو رابور، دونك ا موان سي سور بي موان سي، اي بوي اون ديدوي كو لي بوان ا بي سي سون اليني. دونك باش نبينو بان لي بوان راهم اليني، اذا فاش نحسب هاد لو رابور خصني نلقاه ابارتيان لار. هنا كنستنتج بان لي بوان راهم اليني. بالنسبه لا كيسيون دو بي، دونك كيبان غادي نتعاملوا مع ترانسلاسيون. لو فيكتور ديالها هو U، وعطاونا لا فيكس ديالو هو 1 بلس 5 اي، اي بوي غادي نفيريفيو كو لو بوان دي هو ليماج ديال لو بوان سي بار لا ترانسلاسيون دي، وخاصنا نلقاو بان دي ايغال 3 بلس سي اي. في تو سي في لا كيسيون دو سي مونتري كو، دونك هنا ايرور دو فراب. اذا هنا غادي نحسبوا هذا لو رابور، وفي لينونسي ديكزيرسيس يعني راه مطلوب مني نحسب دي موان سي سير بي موان سي، وغادي نلقاوها كتساوي هي ناقص واحد زائد اي. دونك هنا راه كاتبين مونتري كو دي موان سي سير بي موان سي اي تيغال ناقص واحد بلس اي. من بعد خصنا نحسبو قالك اي كو اي مونتري كو 3 بي سير 4 هو لارغيمون ديال ناقص واحد زائد. دونك هنا غادي نحسبو دي موان سي على بي موان سي، غادي نلقاوها كتساوي ناقص واحد زائد اي. ومن بعد خاصنا نحسبو لارغيمون ديال ناقص واحد زائد اي. ابري في لا ديغنييغ كيسيون اون ديدويغ لا ميزور دو لونغل اوريونتي سي بي سي تي. دونك هاد سي بي سي تي دونك غادي نجبدوها من هادي اللي غتكون 3 بي سير 4، دونك هادي غادي ندويوها من لا كيسيون بريسيدونت. اذا نبداو على بركة الله بالنسبة لا بروميي كيسيون، نحاولو نحلو ليكواسيون. دونك باش نحل ليكواسيون اول حاجة غادي نديرها غادي نحسب ديسكريمينون دلتا. اذا دلتا ايغال، دونك دلتا ايغال بي كاري موان 4 ا سي. بالنسبة ليا انا بي هي موان 12، دونك او كاري غتكون دونك موان 12 او كاري اللي هي 12 او كاري، دونك غتكون عندي هي 144. دونك 144 موان 4 فوا ا سي، اذا ار عندي هي 1، ا هو لو كوفيسيون ديال زيت او كاري، دونك غتبقى ليا موان 4 ملتيبليي 61. اذا نكمل الكالكول، اذا دلتا ايغال دونك هنا غتبقى ليا 144، وبالنسبة ل 4 فوا 61 دونك غتعطيني هي 244، وبالتالي دلتا غتبقى ليا هي ناقص 100. ناقص 100 وناقص 100 نقدر نكتبوها دلتا اي تيغال دونك هي 10 اي او كاري. اذا هذه بالنسبه لدلتا. دونك هنا دلتا لقيناها نيجاتيف، وعندي ا و بي و سي دي نومبر ريال. اذا هنا راه غادي نكونوا غادي نلقاو جوج ديال لي نومبر كومبلكس كونجوغي. لي سوليسيون غادي يكونوا دو نومبر كومبلكس لي راهم كونجوغي. اذا غادي نشوفوا زد 1 زد 2. Donc z1 égale donc moins b plus racine de delta sur 2a. Idem b est moins 12, donc moins b est 12. 12 moins racine de delta, donc moins 10i sur 2a. 2a, donc il y a 2. Maintenant, au bonus z2, z2 9 chi, idem 12. ولكن هنا غتكون عندي بلوس 10 اي، دونك بلوس 10 اي ديفيزي بار 2. اذا هنا بالنسبه لزد 1 غادي تكون عندي هي 12 سور 2، دونك كتعطينا هي 6 موان 10 سور 2، دونك كتبقى ليا موان 5 موان 5 اي. وبالنسبه لزد 2 دونك كتكون عندي 6 بلوس 5 اي. اذا هادو هما لي سوليسيون. دونك كما كتشوفوا راهم دو نومبر كونجوغي. اذا لونسوب دو سوليسيون اس عندي هي 6 بلس 5 اي، 6 موان 5 موان 5. دونك بالنسبه للدوزيام كيستيون، اون كونسيدير دون لو بلان مينو دان روبير اورتونورمي ديريكت او E1 E2
les points A, B, C, des affixes respectives, petit A, petit B, petit C, tels que, donc, on a les affixes des coups de points. Donc, nous avons les nord, c'est calculer A moins C sur B moins C. Ou même, nous avons les rendez-vous, les points A, B, C sont alignés. Donc, nous avons les points alignés, nous avons le rapport, nous avons le cas appartient à R. Donc, nous avons le rapport, il y a A moins C. Donc, A moins C. A moins C égale, donc A عندي هي 6 ناقص 5 I ناقص C. C عندي هي 2 plus I, donc est-ce qu'on عندي moins 2 moins I. إذن A moins C égale, donc 6 ناقص 2 je تبقى عندي هنايا 4 ناقص 5 I ناقص I, donc تبقى عندي ناقص 6 I. Voilà, هنا نقدر نفاكتوريزي ب 2. Donc تبقى عندي A moins C égale. Donc, il y a deux facteurs, 2 moins 3i. Donc, il y a une nouvelle A moins C. Il y a une deuxième quantité. Il y a B moins C. Donc, une nouvelle B moins C. B moins C égale. Il y a B, il y a 4 moins 2i. Moins C. Donc, C, il y a 2 plus I. Donc, il y a moins 2. Moins i. Et donc b moins c égale. Donc 4 moins 2, ça fait 2. Moins 2i moins i, donc moins 3i. Donc, tlahdo, il y a un b moins c, il y a 2 moins 3i. Ou bien, il y a a moins c, donc il y a 2 facteur 2 moins 3i. Et donc, tlahdo, on a bien l'autre, il y a une division a moins c sur b moins c. فراه غادي يكون ان نومبر ريال كتلاحظوا بان 2 مون 3 اي غادي تسامبليفي غادي تختزل اذا غتبقى عندي ا موان سي ا موان سي سير بي موان سي دونك غتبقى ليا هي هي 2 و 2 راه ابارتيان لار و بيسك 2 ابارتيان لار دونك هنا غادي نقولوا بان لي بوان راهم اليني الوغ لي بوان Les points A, B et C sont alignés. Voilà. Donc, je vois la question de B. Venez-vous à la question de B. On considère la translation T. Donc, le vecteur dielo ou U, maintenant, on a la fixe dielo ou 1 plus 5i. Donc la question, vérifie que l'affixe de point D, l'image de le point C par la translation T, est D égale 3 plus 6i. Donc là, on a l'image, D ou l'image de le point C. Donc il a mis T est le point D, on a le C. On a vérifié que l'affixe de point D, donc D ou l'image de le point C par la translation T. Il est d'abord la fixe de le point T. Fait-il D l'image de le point C. Il est là. Il est même si l'image de le point C. Faradil K ou D. Il est là. Il est là. Il est l'image de C. Ou est le nombre complexe de la radicule. Je dis la fixe de le point T. Ou est le cas. 3 plus تي ولكن قبل ما نحسب ليماج ديال سي باش نلقاها هي تي اول حاجه خصني نكتب ليكواسيون ديال ترانسلاسيون ليكواسيون ديال ترانسلاسيون دونك ملي كتكون عندي واحد ترانسلاسيون لو فيكتور ديالها هو U اذا ليكواسيون ديال ترانسلاسيون كتكتب على هذا الشكل اذا كتكون عندي زد بريم ايتيغال زد بلس زد U بلس زد لو فيكتور دو ترانسلاسيون بلس plus ZU. Ou bien le vecteur de translation est non. Donc, après, on dit Z' est égal à Z plus. Ou le vecteur de translation, on dit 1 plus 5i. Donc, 1 plus 5i. Voilà. D'abord, on dit l'image d'IL C. Identité de C, un petit C. Donc, qu'est-ce qu'on a dit Z' est l'image. Donc, T de C est l'image.
إذا تي دو سي غتكون هي هنا غادي نعوض زاد تعوض بلا فيكس ديال لو بوين سي، بالتالي غتبقى عندي زاد سي، إذا سي بلوس 1 سو 5 اي بلوس 1 بلوس 5 اي فوالا. دونك هنا الكالكول، إذا تي سي كتساوي دونك زد سي انا عندي هي 2 بلس اي، اذا تبقى عندي 2 بلس اي بلس 1 بلس 5 اي، دونك تي سي ايغال، اذا عندي 2 بلس 1 هي 3 و اي بلس 5 اي دونك هي سي اي، وهذه هي بيتي دي دونك هي بيتي دي دونك هي بيتي تي. اذا دابا هنا لقينا بينا بان لا فيكس ديال لو بوين دي راه هو 3 زائد 6 اي، حيت حسبنا ليماج ديال سي. دونك غادي نمروا لا كيسيون دو سي. في لا كيسيون دو سي يعني مطلوب مني نحسب هذا لو رابور دي موان سي سور بي موان سي، دونك هذا لو رابور خصنا نحسبوه. دونك عفوا انا راه ايرور دو فراب، دونك مطلوب مني نحسبو غادي يعني في ليكزيرسيس يتحسب وخاصني نلقاه هو ناقص 1 زائد اي. دونك اذا غادي نكالكولي، اذا دي موان سي ايغال بالنسبه للدي هي اللي ديجا حسبنا في لا كيسيون اللي فاتت هي 3 زائد 6 اي، دونك غادي نعوضها 3 بلس 6 اي ناقص سي، سي عندي هي 2 بلس اي دونك غتبقى عندي هنا موان 2 موان اي، دونك دي موان سي ايغال دونك 3 موان 2 صافي 1 6 اي موان اي دونك غتبقى عندي هي بلس 5 اي بلس 5 اي. دونك غنحسب لو رابور الاخر، عفوا نحسب بي ناقص سي، دونك بي ناقص سي بالنسبه ليا بي عندي هي 4 موان 2 اي دونك 4 موان 2 اي، ونقص منها سي اللي هي ناقص 2 ناقص اي، اذا تبقى عندي بي موان سي ايغال دونك 2 موان 4 موان 2 صافي 2 موان 2 اي موان اي دونك هي موان 3 اي. اذا لو رابور ديالي دي موان سي سور بي موان سي ايغال دونك هي 1 بلس 5 اي ديفيزي بار 2 موان 3 اي. اذا هنا غادي نمولتيبلي في لو كونجوغي، دونك لو كونجوغي ديال الدينوميناتور اذا نضرب هنايا 2 بلس 3 اي، والفوق غادي نضرب حتى هي 2 بلس 3 اي، دونك اذا تبقى لي دي موان سي سور بي موان سي ايغال. بالنسبه لي انا لتحت راه كنضرب ان نومبر كومبلكس في لو كونجوغي ديالو، دونك الوقت اللي كنضرب ان نومبر كومبلكس في لو كونجوغي ديالو كنعرف بان زاد فوا زاد بار هو لو موديل دو زاد او كاري اللي هي لابارتي ريال او كاري بلس لابارتي ايماجينير او كاري. اذا انا تما لتحت عندي لابارتي ريال عندي هي 2 ولابارتي ايماجينير عندي هي موان 3، دونك 2 او كاري 2 او كاري بلس موان 3 او كاري، 2 او كاري عندي هي 4 بلس 9 دونك 4 بلس 9 هي 13، دونك غتبقى عندي لتحت 13. وبالنسبة للفوق غادي نديفلوبي، دونك 1 فوا 2 دونك غتبقى عندي الفوق هي 2، 1 فوا 3 اي دونك بلس 3 اي، 5 اي فوا 2 دونك بلس 10 اي، و 5 اي ملتيبلي في 3 اي دونك 5 فوا 3 اللي هي 15 وعاد عندي اي فوا اي اللي هي اي او كاري دونك هي موان 1، دونك انا تبقى عندي موان 15. اذا دي موان سي سير بي موان سي ايغال دونك لتحت عندي 13، وبالنسبه للفوق دونك انا غادي نحسب عندي 2 موان 15 دونك 2 موان 15 دونك كتبقى عندي هنا موان 13 وهنا 3 بلس 10 دونك هي 13 اي، وهنا لا سامبليفيت ب 13 دونك ناقص 13 على 13 دونك هي ناقص 1، وهنا 13 على 13 دونك هي زائد 1 اي دونك هي زائد اي. اذا هنا راني وصلت للريزولتا.
اذا هذه هي لا كيسيون اللي كانت عندنا، الرابور اللي خاصني نحسبه دي موان سي على بي موان سي، كنطلب مني انني خاصني نلقاه هو ناقص 1 زائد اي، ومن بعد نطلب مني نبينوا بان لارغيمون لارغيمون ديال 1 ديال موان زان بلس اي راه هو 3 بي على 4. دونك نصوبوا، واذا باش نبين بان لارغيمون ديال ناقص 1 زائد اي هو 3 بي سور 4، اذا خاصني نفاكتوريزي بعدا بالموديول. اذا نقبط لك هو ناقص 1 زائد اي، ناقص 1 زائد اي، دونك لو موديول ديالها راه هو الراسين دو 2، راه باين لو موديول هو الراسين دو 2. اذا الراسين ديال لابارتي ريال بلس لابارتي بلس الراسين ديال لابارتي ريال او كاري بلس لابارتي ايماجينير او كاري. دونك لابارتي ريال عندي هي ناقص 1، او كاري اللي هي 1 بلس، ولابارتي ايماجينير هنا عندي هي 1، دونك 1 او كاري، دونك غتبقى لي هي الراسين دو 2. اذا هنا خاصني نفاكتوريزي بالراسين دو 2، دونك الراسين دو 2 فاكتور، دونك هنا غادي نسد القوس بحال هكا، وهنا غادي نقسم على الراسين دو 2. دونك غتبقى عندي هي هنا ديجا عندي ناقص 1، دونك غتبقى عندي هي ناقص 1 على الراسين دو 2 خاصني نقسم عليه، بلوس بلوس، وهنا عندي اي، وحتى هنا غادي نقسم على 1 على الراسين دو 2. باش الوقت اللي غادي نديفلوبي دابا انا لا بغيت نديفلوبي، فراه غادي نلقى ديك لا كونتيتي اللي انا باغي. دونك الا مشيت ديفلوبيت، دونك الى ديفلوبيتي هنا اضرب راسين دو 2 غضربو في ناقص 1 على راسين دو 2 تعطيك ناقص 1، ونفس الشيء هنا. دابا باش يكون لارغيمون، باش يكون لارغيمون ديال ناقص 1 زائد اي هو 3 بي سور 4، خاصني الوقت نحسب الكوسينوس ديال 3 بي سور 4 خاص يكون هو ناقص 1 اجر 2، ومني نحسب السينوس ديال 3 بي سور 4 خاص يكون هو 1 على راسين دو 2. اذا هنا نحسبوا الكوسينوس، دونك نقسم. اذا بالنسبه للكوسينوس ديال 3 بي سور 4، اول ملاحظه لاحظوا بان ديك 3 بي سور 4 3 بي سور 4 راه نقدر نكتبها اللي هي 4 بي موان بي سور 4، دونك ديك 3 بي راه هي 4 بي موان بي سور 4، ولي قسمت 4 بي على 4 بي على 4 دونك غتبقى لي هنا بي ناقص بي سور 4. اذا راه 3 بي سور 4 راه هي بي موان بي سور 4. دابا هنا الا حسبت انا الكوسينوس ديال 3 بي سور 4 فراه هو الكوسينوس ديال بي موان بي سور 4، وانا كنعرف بان الكوسينوس ديال بي موان اكس كوسينوس ديال بي موان اكس ايتيغال هي موان كوسينوس اكس، هذه هي كوسينوس بي موان اكس. اذا حتى هنا غتكون عندي كوسينوس ديال 3 بي سور 4، دونك اكس ديالنا حنا دابا هي هاد بي سور 4، اذا غتكون كتساوي هي ناقص كوسينوس بي سور 4، وحنا كوسينوس بي سور 4 كنعرفوه اللي هو 1 على جذر 2، اذا هنا غتبقى ليا هي ناقص 1 على جذر 2. كوسينوس بي سور 4 راه هو 1 على جذر 2. اذا كنلاحظوا بان كوسينوس 3 بي سور 4 راه هو هذا ولا هو ناقص 1 على جذر 2. ونفس الشيء غادي نديروه بالنسبه للسينوس، دونك بالنسبه للسينوس غادي ندير نفس الشيء. اذا السينوس سينوس ديال 3 بي سور 4 حتى هو راه كيساوي هو السينوس ديال بي موان بي سور 4، دونك سينوس ديال 3 بي سور 4 غادي يكون ايغال. دونك هنا كنعرفوا بان السينوس ديال بي موان اكس هذا كيبقى هو سينوس اكس، اذا هنا غتبقى هي السينوس ديال بي سور 4، والسينوس ديال بي سور 4 هو 1 سور راسين دو 2، دونك لي هي هادي. اذا فرا لارغيمون ديال ناقص 1 على ناقص 1 زائد اي لارغيمون ديالو راه هو 3 بي سور 4، دونك هنا نقدروا نكتبوها. دونك هنا راه وصلنا بان الراسين دو 2 قلنا هادي هي كوسينوس 3 بي سور 4 وهادي هي سينوس 3 بي سور 4، دونك نقدر نكتبها على فورم اكسبونونسيال نيشان، دونك هادي غتبقى هي اكسبونونسيال اي 3 بي سور 4. اذا من لهنا المهم دابا حنا راه جاوبنا حيت بقى الكتابه وصافي، دونك لارغيمون ديال ناقص 1 زائد اي راه هو 3 بي سور 4 موديلو دي بي، ومن هنا نديرو الكونغري. دونك سي بون، هذا بالنسبه لا كيسيون دو سي. دونك بالنسبه لا ديغنيغ كيسيون، بغاو لا ميزور ديال لونغل اورينتي، لونغل اورينتي سي بي سي دي. دونك
إذا غادي نجبدوها من لا كيسيون بريسيدونت. إذا حنا ديجا حسبنا لقينا لارغيمون، لقينا لارغيمون ديال دي موان سي سور بي موان سي، لقيناه الكونغرو 3 بي سور 4، 3 بي سور 4 موديلو دو بي. دونك بالنسبة لهاد لارغيمون هذا راه هو لونغل. إذا غادي نبداو نقراو من التحت. دونك إذا راه هذيك راه هي لا ميزور ديال سي بي، دونك سي بي فيرغول سي دي، دونك لا ميزور ديال هاد لونغل راه إل كونغرو 3 بي سور 4 موديل دو بي. دونك الا بغينا نكتبوها بهذه الطريقه، يعني عندي لارغيمون يعني كنبدا من التحت سي بي موان سي تي، او لا بغيت نبداها من هنا يعني غادي نكتب بحال هكا سي بي سي دي. دونك هنا الا بغيت نكتبها غادي نقولو كتوافق لارغيمون، وهنا كنمشيو العكس ديال الفيكتور. دونك هنا كنمشي العكس ديال الفيكتور على هذا الشكل. دونك تكون عندي لافيكس ديال دي موان لافيكس ديال سي، دونك دي موان سي سور بي موان سي، دونك بي موان سي. وهاد لارغيمون هو اللي حسبناه حنا، دي موان سي سور بي موان سي، هو اللي لقيناه 3 بي سور 4، دونك لقيناه كيوافق 3 بي سور 4 موديلو دي بي. اذا هادي هي لا ميزور ديال لونغل سي بي سي تي. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذا اللي شفنا فيه اكستر من اكزامان 2012 سيسيون نورمال تمرين ديال لي نومبر كومبلكس. ان شاء الله الرحمن الرحيم فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش السيبور ديال لاشين، لي كومونتير ديالكم، لي لايك، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله.